فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحات فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصد وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
صدق الله العظيم. Semoga pahalanya disampaikan kepada almarhumah juga kepada kita semua. Al-Fatihah.